أهلين بنات، وعدتكم أمس أجهز معاكم الشيرة ولهيت ما نظفت الفرن. قلت لكم إذا نظفته ما نظفت الحين ألمعة آخر تلميع عشان أبدأ أشتغل فيه، ما أحب أشتغل فيه وكذا. بس نلمعه بنصلح. ما عندي لهذا السكر، كنت أبي أسوي أكثر بس ما عندي لهذا السكر، 4 كاسات سكر. طبعا أنا أحب أنكهها بالهيل والزعفران، ما تبين لا تنكهين بكيفك. الحين بسويها مع بعض، سهلة عشان سويتها معاكم، هي شيرة يعني بنسويها وبنخلي. تو العمال مشوا صابغين اليوم، فريحة البيت تخنق من الصبر تخنق. 4 أكواب موية حطي لها 4 أكواب سكر حطي لها 3 أكواب موية. شوفوا ترى ما راح أحفظها فما راح أعيدها يعني، فسهلة اكتبوها يعني. ما راح أحط المنكهات الحين ولا الليمون الحين، بعد شوي. يا الله كم لبثنا ما اشتغلنا على الفرن. بحط كم حبة هيل كذا، أحب أنا بنكهة الهيل، براحتكم. في البعض يحط ماي ورد مش ضروري، وبنحط زعفران. أول ما يبدأ بنات بالغليان راح أعصر عليه الليمونة، نص ليمونة على الكمية هذه، بس نص بس ما تكون كبيرة. بحط شرايح الليمون، طبعا الليمون يمنع انه يتبلور. بحط شرايح الليمون بعد ما يغلي ويذوب السكر، بعد ذوبان السكر ويغلي تحسبين له 10 دقائق بس وتطفينه، هو لما يبرد راح يتقل. شوفوا بنات هذه اللحظة انا راح احسب 10 دقائق واطفيها، 7 إلى 10 دقائق بس ما تزيد اكثر، والا بتثقل عليك زيادة وبيتبلور معاك السكر. النكهة أنا ما كثرت الزعفران وهيل، أبي بس نكهة كذا عرفتوا، فأنتوا تحطون الكمية اللي تبونها. أنا بالنسبة لي هذه كمية مناسبة، وإذا خلصت رجعت سويت ما ياخذ، شفتوا يعني العملية ما تاخذ وقت. خلصت 10 دقائق بنات، طفينا الفرن نخليها تبرد، لما تبرد راح تثقل شوي تحطينها في علب، صارت شيرتك جاهزة ولا أحلى ولا ألذ. طبعا إذا تبينها يعني هذا شوي بتكون يعني ثقيلة نوعا ما، مش ثقيلة موت نوعا ما، تبينها أخف خلي مقدار السكر والموية متساوي، تبينها أخف لسه خلي الموية أكثر بنص كوب يعني. بس أنا بالنسبة لي هذه مرة كويسة، مرة 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 كويسة حق الجيمات. يلا راح نصب الشيرة حقتنا الآن، ما شاء الله تبارك الله. إيه كلها كلها ما شاء الله تبارك الله. طبعا بردت شيرتي تماما، وهذه توني شاريتها وغسلناها وعقمناها وصارت شيرتنا جاهزة وبس.